طيب يعني برضو ساعات بيبقى في اللعيبة المحترفين أو اللعيبة الأمريكان بالأخص بيكون لأسرهم دور، إن مثلا لو أنت راح تلعب في مصر يقول لك لا أنا مش حابب أروح مصر مثلا، أو حابب أروح مثلا ألعب في أوروبا، ألعب في هوم بلدك يعني. هل أسرتك لما عرفت إن أنت جاي مع سواء زوجتك أو أسرتك يعني عرفت إن أنت جاي لمصر رحبوا بهذا، وخاصة إن أنت جاي النادي الأهلي؟ Yeah, my wife is very excited نعم to be here. بالطبع، فزوجتي كانت متحمسة جدا للمجيء إلى مصر مرة أخرى. هي ذهبت معي للكويت وهي تعرف الحياة في المدن في البلاد العربية. هي ترتاح ارتاحت كثيرا في مكان معيشتنا في مصر، فهي سعيدة جدا. طب قول لي والتر، أنت تابعت يعني السنة اللي فاتت الدوري، يمكن أنت ما كنتش بتلعب في مصر، هل تابعت مباريات الدوري المصري السنة اللي فاتت؟ شفت مباريات مهمة ليه؟ تابعت ولا لا؟ أنا تابعت، نعم أنا تابعت الدوري خصوصا مع المدير الفني الحالي. تابعته في البطولة العربية، هو كان له الدور الأكبر في أن آتي هذا الموسم. أنا كنت أتابع، فبالتالي كان يجب علي أن أظل متابعا لأقرر ماذا أفعل وإلى أين سآتي، وقد أدى الفريق موسما رائعا الموسم الماضي.